فكر أوضح، فقه ورأي في المسائل تنجلي بضيائه حتى يبين الأرجح. فاسأل تجاب واستفت من بهداه، تمضي القلوب فتفلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. فوق هذه الأرض تنتشر أعداد هائلة من البشر في كل جيل، تشرب من مائها وتأكل من خيراتها، وعلى هذا النعيم تدخل أحيانا في صراع مرير. وإذا كان العالم اليوم قد تجاوز 6 مليارات، فإن أعدادا ضخمة من هذا الرقم لا تلتفت إلى آيات الله في الأرض، بل إن بعضها يرد الفضل فيها إلى صنم أو دابة أو كوكب يسبح في فلك فسيح. أمر ظل قديما وحديثا يزعج الحيوانات والطيور فضلا عن البشر العقلاء. كيف لهذه الآيات الفصيحات أن تخفى على البشر وهم يملكون العقل؟ ولماذا أدرك ذلك طير صغير فرأى أن الخبأ الذي يقتات عليه من الأرض كاف لأن يسجد لله؟ دهشة ما كانت تخيفه من الموت وهو يقترب من سليمان عليه السلام ليحكي له النبأ الغريب: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وإذا كانت البشرية قديما تكفي مشاهداتها العادية أن تعرف عظمة الله وأن تسبح بحمده وهي تتفكر في الآيات، فما بال البشرية اليوم وقد فتح الله عليها من العلوم ما يجعل أسرار الخلق ماثلا بين يديها واضحا في اكتشافاتها وبحثها. لماذا لا تنظر في هذه الآيات وتقول للناس مهلا، فإن هذا الكون خلق خاضع لله طوعا. في حلقة اليوم جولة في آيات الله تعالى في الأرض، يجمع بين التفكر في عظيم هذا الخلق وفي مقدار ما سخر للإنسان منه، وفي الحقائق العلمية التي باتت داعما قويا لمزيد من التبحر في عظيم خلق الله. وقد رأينا بعد تساؤلات الملحدين ومعالجة تساؤلاتهم أن نختم بالبحث في آيات الله تعالى في الأرض لنمنح أنفسنا راحة نفسية ولحظة نسبح فيها بحمد الله، ونحن نسمع من سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة حديثا عذبا يفصل فيه بعض هذه الآيات. نرجو إذن مشاركتكم عبر أرقامنا التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر. نرحب بكم سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. وسهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، قبل أن ندخل في هذا الموضوع نريد منكم أن تبينوا لنا الأهمية القصوى لعبادة التفكر، وهل يستخدمها الإنسان للدلالة على وجود الله أم للتعرف على عظمته، وهل هي بالنسبة للمسلم مطلب شرعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان لم يخلق سدى، خلقه الله سبحانه وتعالى وشرفه بما آتاه من المواهب الظاهرة والباطنة والملكات الروحية والنفسية والجسدية. هذه الملكات لا ريب أنها داعية إلى الاعتبار والنظر في ملكوت السماوات والأرض، ونحن نرى كيف أن الله سبحانه وتعالى ينعى على الذين لا يتفكرون وعلى الذين لا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول الله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة. خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره
فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا قيمة التفكر في هذا الكون الفسيح، وكيف يؤدي هذا التفكر بالإنسان إلى أن يسبح في بحر الإيمان النوراني، فيحيط به الإيمان بلطفه وبهدايته وبدلالته، ويتشبع بهذه الطاقة الإيمانية في نفسه. فالله سبحانه وتعالى عندما بيّن أهمية العقيدة وأن العقيدة لابد من أن يؤمن بها الإنسان إيمانا صحيحا، وهي عقيدة وحدانية الله، عندما قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أتبع ذلك قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصيف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعم، في ذلك آيات لقوم يعقلون. وجاء في نصوص شتى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. فإذا هذه الآيات إنما يستجليها الإنسان بفكره، بحيث لا يقتصر في النظر عليها في النظر إليها على ظواهرها دون الغوص في أعماق بواطنها، فلا يقتصر على قشورها دون لبابها، ولا يقتصر على شكلها دون جوهرها. الله سبحانه وتعالى أمر بالتفكر، بيّن خلقه في هذا الكون، ثم قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم، كل ذرة من ذرات الوجود كما قلت هي بحر لا ساحل له في الدلالة على الله، والدلالة على قدرته، والدلالة على وحدانيته، والدلالة على علمه، والدلالة على فضله، والدلالة على إحاطته بكل شيء. كل ذرة من ذرات الوجود تحتاج إلى وقفة مليئة بالاعتبار والنظر، إلى وقفة فيها تدبر وفيها تفكر وفيها تدقيق النظر في دقة صنعها، وكيف هي تدعو الإنسان إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب سمحت الشيخ، كثيرا ما يأتي ندخل الآن في الموضوع، ولدينا أسئلة الحقيقة قبل هذا، ولكن ربما لأن هذه الأسئلة تحتاج إلى وقت. كثيرا ما يأتي الإجمال للسماوات وما فيها من عظيم الخلق في آيات الله تعالى في القرآن، بينما تفرد الأرض بالذكر، رغم أن حجم الأرض لا يساوي شيئا أمام السماوات والأرض بما فيها من مجرات وكواكب ونجوم، فهل ذلك لعهد الإنسان بالأرض أم لأمر تميزت به الأرض؟ من المعلوم أن الكون كله بكل ما اشتمل عليه هو يسبح بحمد الله ويخضع لله ساجدا منيبا، وهذا ما دلت عليه نصوص القرآن الكريم. وفي كل ذرة من ذرات هذا الكون كما قلت دلالة على الله سبحانه وتعالى، وكل منها سجل حافل بالدعوة إلى النظر والتأمل وإخلاص العبادة لله وإخلاص العبودية له وإدراك عظيم فضله وواسع امتنانه وإدراك أحاطته بكل شيء. ولكن الإنسان هو نظره محدود وفكره محدود وطاقاته كلها محدودة، لا يمكن للإنسان أن يستوعب. نعم، نحن نعلم بأن الكون فيه من آيات الله تعالى الجلة
ما يحار منه العقل ويطير منه اللب، ولكن مع ذلك هذه الأرض نحن أحوج إليها، وإن كنا بحاجة إلى كل ما في الكون، لأن كل ما في الكون خلقه الله تعالى لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل ما في الكون نحن بحاجة إليه، ولكن نحن استقرارنا في هذه الأرض، فنحن أحوج ما نكون إليها. وآيات هذه الأرض كثرة كاثرة، لا يمكن لعقول البشر ولو تضافرت واجتمعت أن تحصي هذه الآيات، ولا يمكن أن تحصي العقول البشرية بعض هذه الآيات، إنما الآيات تتكشف يوما بعد يوم بما يطير بلب الإنسان ويتركه في حيرة من هذا الأمر العظيم، أمر هذه الأرض، هذه الأرض التي نحن عليها أمرها ليس بالهين. إذن لما كان رزقنا يأتينا من قبل الله سبحانه وتعالى ناشئا من هذه الأرض، ولما كان فضل الله سبحانه وتعالى الذي نتقلب في أعطافه معظمه في هذه الأرض، فإذا نحن أحوج إلى النظر في هذه الأرض والتدبر فيها، وهي وإن كانت لا تساوي بالنسبة إلى الكون الواسع إلا كالذرة في الفضاء. صحيح. لو فكرنا الشمس أكبر منها بأكثر من مليون مرة، هناك من النجوم ما هو أكبر من الشمس بمثل كبر الشمس على الأرض، ولكن مع ذلك وهذه كلها تسبح في هذه الأفلاك، تسبح في هذه المجرات التي لا يمكن للعقل البشري أن يحصيها، مجرات خارجة عن إحصاء البشر، وفيها من هذه الأجرام ما لا يمكن للعقل البشري أن يحصيه بحال من الأحوال، ولكن مع هذا نحن ارتباطنا بهذه الأرض، فنحن مع ضرورتنا إلى التفكر في ملكوت الله تعالى في الكون الواسع، ولكن مع ذلك لا بد من أن نكون مرتبطين بالأرض، على أن الأرض وإن كانت من حيث دقتها وصغرها بالنسبة إلى الأجرام الفلكية الأخرى تعد عند كثير من الناس شيئا تافها، إلا أن الله تعالى كرمها بحيث جعلها متنزلا لرسالاته، وجعلها مقرا لتكليف عباده الذين كرمهم، مقر الإنسان الذي كرمه الله تعالى وشرفه وجعله القطب الذي تدور عليه رحى هذا الكون. فإذا الإنسان بحاجة إلى التأمل في هذه الأرض. جميل. نأتي إذن إلى آيات التأمل في هذه الأرض. سمحة الشيخ، يركز القرآن كثيرا على دقة المقادير في الخلق، وكل شيء عنده بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. عندما ينظر المسلم في آيات الله في الأرض، أين يجد هذه المقادير؟ المقادير تتجلى في كل ما يشاهده الإنسان من حقائق، كما أنها أيضا ينطوي عليها كل ما خفي عن الإنسان من الدقائق. هذه الحقائق التي تتجلى في هذه الأرض كل منها يدل على أن هذه الأرض كغيرها من أدق الذرات إلى أوسع المجرات مقدر تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالأرض كل شيء منها بمقدار، هذه الأرض هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هي معلقة في كرة معلقة في هذا الفضاء. سبحان الله. والله تعالى وحده يمسك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ونحن نعلم أن هذه الأرض وإن كانت تعد شيئا
بالنسبة إلى الأجرام الفلكية صغيرا، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعلها تتسع لهذه الأعداد الهائلة من البشر. منذ خلق الله تعالى هذه الأرض وخلق البشر عليها وإلى أن تفنى البشر، وتتسع لهذه الأعداد الهائلة من أجناس الحيوانات على اختلاف أنواعها، منها ما يسبح في بحارها، ومنها ما يطير في فضائها، ومنها ما يدب على ظهرها. كل هذه الكائنات المتنوعة وسعتها هذه الأرض، ويأتيها رزقها رغدا بكرة وعشيا من هذه الأرض. تتفجر هذه الأرض خيرات تخرج منها الثمار، جعل الله سبحانه وتعالى في التربة التي على الأرض خاصية الإنبات، وجعل هذه الخاصية متلائمة ومتوائمة مع طبيعة قطرات الماء التي تنزل من السماء. كل ذلك من حكمة الله، وكل شيء عنده بمقدار. هذه الأرض هي تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. هذا الدوران مقدر تقديرا بكل المقاييس وبكل الاعتبارات. حجم الأرض مقدر تقديرا، ما يحيط بالأرض من الغلاف الهوائي هو مقدر تقديرا، ما يضغط على الأرض من هذا الهواء هو مقدر تقديرا، بحيث يضغط على كل بوصة مربعة من هذه الأرض 15 رطلا من الهواء. الإنسان يحمل من 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 هذا الهواء يحمل 22,840 رطلا من الهواء، وهذا مقدر تقدير، حكمة دقيقة في هذا التقدير. أيضا يعني ما جعله الله سبحانه وتعالى كما قلت من دوران، وما جعله الله سبحانه وتعالى من حجم هذه الأرض والمسافة التي بينها وبين الشمس والمسافة التي بينها وبين القمر، كل ذلك مقدر تقديرا عجيبا عجيبا عجيبا. سبحان الله. هذه الأرض على أي حال يعني يلفها الليل والنهار بسرعة 1000 ميل في الساعة، في خلال 24 ساعة، يعني في خلال 24 ساعة تدور هذه الأرض، يتعاقب عليها الليل والنهار، تدور 24,000 ميل في خلال 24 ساعة. إن شاء الله. هذا الدوران مقدر تقديرا، بحيث يكون الليل والنهار بهذا المقدار. ولو كانت الأرض أسرع دورانا من هذا لا قصر الليل والنهار جدا جدا، وأدى ذلك إلى مشكلة كبيرة، قصر الليل والنهار، لأن الليل جعله الله تعالى بمقدار، والنهار أيضا هو بهذا المقدار، لأجل ما هيأه الله سبحانه وتعالى من انتفاع هذه الأرض لما يتنزل من الشمس من الطاقة، ويتنزل أيضا هذه الطاقة ينزل من إلى الأرض بمقدار، لأن الطاقة الشمسية غريبة، فلو كان ينزل بأكثر من هذا القدر لأدى ذلك إلى خطورة بالغة، إذ في هذه الطاقة الشمسية الطبيعة الكيماوية، وقد جعل الله تعالى هذا الغلاف الذي يحيط بهذه الأرض، جعل الله سبحانه وتعالى هذا الغلاف واقيا لهذه الأرض
ومن عليها وما عليها من كثير من الأمور كما سنتعرض لها، ومنها الطاقة الشمسية التي تصل بنسبة 1 من المليونين إلى هذه الأرض. ما شاء الله. هذا بقدر ما تنتفع النباتات، وبقدر ما تنتعش الأجسام، وبقدر ما يستفيد الإنسان والحيوان، وبقدر هذا المقدار الذي ينزل إلى هذه الأرض ويصيب هذه الأرض بقدر هو مقدار ما ينفعها ولا يضرها. الغلاف الهوائي هو مقدار 500 ميل الذي يحيط بهذه الأرض. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الغلاف يتلائم تمام الملائمة مع حجم الأرض. لو كانت الأرض في حجم القمر لكان قطرها ربع قطرها الحالي، لكان حجمها ربع حجمها الحالي، وهذا مما يؤدي إلى عدم وجود الجاذبية، لأن الغلاف الهوائي يذهب، كما أن القمر لا يحيط به غلاف هوائي، الجاذبية منعدمة فيه ولا يمكن الاستقرار. نحن نرى أن هذه الأرض تدور هذا الدوران السريع في خلال الساعة الواحدة 1000 ميل، ولكن ما ذلك لا تلقي شيئا مما عليها أو ممن عليها، وهي في هذا الدوران مثلها كمثل العجلة التي تدور بسرعة مذهلة، وقد علق بهذه العجلة شيء كحصاة مثلا، فإنها سرعان ما تلقيه، ولكن الأرض هذه لا تلقي. سبحان الله. هذا الذي عليها بسبب هذا الغلاف الهوائي ومقدار الجاذبية التي فيها. شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجاذبية مقدرة بهذا التقدير الذي ينفع العباد. ولو كان بالعكس، ولو كانت هذه الأرض يعني أكبر من هذا من حجمها الحالي، بحيث كانت ضعف ما هي عليه الآن، لأدى ذلك بطبيعة الحال أيضا إلى أن يكون الضغط الهوائي أكثر من هذا الضغط، بحيث البوصلة الواحدة تحمل 30 رطلا من الهواء، وهذا أمر صعب. صحيح. وأيضا في نفس الوقت لو كانت هي في حجم الشمس مثلا، فمعنى ذلك أن هذا الهواء يتضاعف 150 مرة، وتضاعف هذا الهواء 150 مرة يؤدي إلى أن يكون الضغط على كل بوصلة مقدار طن من الهواء. وهذا مما يؤدي أيضا إلى أن يكون هذا الغلاف الهوائي بدل من أن يكون يعني 500 ميل أن يكون 4 أميال. وهنا تكون مشكلة عجيبة، تكون مشكلة من حيث نمو الأجسام، لأن الأجسام تتقزم، فيكون حجم الإنسان في مقدار حجم الفأر الكبير أو في حجم السنجاب أو نحو ذلك. عندما وفي هذه الحالة تنعدم الحضارة، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينتج، لا يستطيع أن يعطي. العقل هو بحاجة إلى أنسجة بدنية وأنسجة عقلية، هذه الأنسجة تتلاشى. صحيح. فلا يمكن للإنسان أن يعطي شيئا. ومع هذا أيضا فإن هذا الغلاف الهوائي الذي يحيط بالأرض من كل جانب يقي الأرض، هذه النيازك التي تنزل بسرعة من هذا الفضاء الواسع، لو أنها ارتطمت بالأرض لجعلتها كمثل الغربال. سبحان الله. مخرقة. وأيضا لأحرقت ما عليها ومن عليها. هذه النيازك أو الشهب التي تنزل بسرعة 40 ميل في الثانية الواحدة،
على هذا على أي حال أمر خطير. هي 90 ضعف طلقة البندقية. ما شاء الله. هذه كيف لو ارتطمت بهذه الأرض؟ ومع هذا أيضا هناك أهوية تأتي من الفضاء، أهوية ساخنة، هذه أهوية محرقة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل يعني جعل هذا الفضاء، هذا الغلاف الهوائي الذي يحيط بالأرض واقيا من هذه، وكالسقف لهذه الأرض، وهو يقي هذه الأرض من الأهوية التي تأتي من بعيد. هذه الأهوية تتكيف مع هذا الغلاف، إما أن ترتد عندما تصطدم به، وإما أن تتكيف حتى تحول إلى طبيعته. ما شاء الله. وأيضا هذا الغلاف الهوائي له دور كبير في بأمر الله تعالى، كل هذا بأمر الله طبعا. وكل هذا قدره الله تعالى تقديرا، وحكمة الله اقتضت أن تكون الطبيعة هكذا، أن تكون طبيعة الكون، ولو شاء لكانت طبيعة الكون غير ذلك. كل هذا إنما هو ناشئ عن إرادة الله أن تكون الطبيعة هكذا، لو شاء غير ذلك لكان كما يريد الله سبحانه وتعالى. هذا الغلاف الهوائي الذي يحيط به الأرض أيضا يعني جعله الله سبحانه وتعالى سببا لتبخر المياه من المحيطات والبحار، وهو مع ذلك له دور في نقل هذا البخار الذي يتبخر إلى أماكن بعيدة في عمق القارات البعيدة عن شواطئ البحار، حتى ينزل الغيث في أماكن بعيدة جدا عن شواطئ البحار، ويتسبب هذا الغيث وتحيا به الأرض بعد موتها. وجعل الله تعالى أيضا هذا الغلاف الهوائي بمثابة المصفاة، لأن المياه التي تتبخر من البحر هي مياه مالحة، هذه الملوحة لا تفيد الإنسان في شربه الماء، لا يستطيع أن يشرب الماء الملح الأجاج. وأيضا النباتات تحتاج إلى ماء عذب، ولكن عندما تتبخر هذه المياه من البحار المالحة وتدخل في هذا المحيط الفضائي، في تدخل في هذا الغلاف الأثيري، تتفاعل هي أيضا، ويعلها الله سبحانه وتعالى تتحول من ملح أجاج إلى عذب نمير بحكمة الله سبحانه وتعالى، إلى عذب فرات. كذلك يعني من الفوائد العظيمة لهذا الغلاف الهوائي تنفس الكائنات، لأن الله تعالى جعل النسب فيه مقدرة تقديرا، يعني فيه يعني في هذا الغلاف يتكون هذا الغلاف الهوائي من أنواع من الغازات تصل إلى 6، ولكن النيتروجين هو 78% منه، والأكسجين هو 21%، و البقية تتقاسم 1%، و الكل بحاجة إلى الأكسجين من إنسان ومن حيوان ومن نبات، كل من ذلك بحاجة إلى الأكسجين، لا يتنفس الإنسان إلا بالأكسجين. ولو كانت نسبة الأكسجين 10% بدل من أن تكون 21%، لأدى ذلك إلى اختناق لا يطاق، ولأدى ذلك إلى برودة شديدة شديدة لا تطاق. ولو كانت نسبة الأكسجين ارتفعت إلى 50% لكانت حرارة بالغة، بحيث لو أن برقا لمع في غابة فأصاب شجرة من هذه الغابة لاحترقت هذه الغابة في ثواني.
بأسرها سبحان الله وراحت جميعا. ولكن الله تعالى لطف جعل هذا الأكسجين بهذا المقدار. ثم إن الله سبحانه وتعالى مع ذلك أيضا جعل كما قلت هذا الدوران بهذا المقدار، ولو كانت تدور بسرعة 200 ميل في الساعة لأدى ذلك إلى أن يكون الليل 10 أضعاف مقداره الآن، والنهار كذلك، طال النهار وطال الليل إلى 10 أضعاف، وهذا مما يؤدي إلى أن يحترق كل ما على الأرض بحرارة الشمس في النهار. ولأدى ذلك أيضا لو تبقت هناك بقية أن يأتي عليها برد الليل الطويل الذي لا يطاق. ولكن الله تعالى جعل كل شيء بمقدار. كذلك جعل الله سبحانه وتعالى يعني هذه النسبة هي سبب لهذه المياه الموجودة في هذه، والمياه جعل مع هذه النسبة مع ما جعله الله تعالى من الجاذبية، وهذا سبب لأن تمسك الأرض مياهها. والماء بالنسبة إلى البحر، الماء يعني ماء البحر هو يغمر 3/4 هذه الأرض بمقدار ما يطهرها من الأدران. وأيضا مع هذا كم للبحر من فوائد. البحر جعله الله سبحانه سببا للتنقل وقيام حضارة الإنسانية في تنقل البشر من مكان إلى مكان سحيق ليكتشفوا ما عند بعضهم البعض من خلال ما هيأه الله سبحانه وتعالى من الفلك التي تنقلهم عبر البحر من قارة إلى قارة أخرى، كل ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى. كان وجود البحر سبب هذا بجانب الفوائد الكثيرة في البحر مما يتغذى به الإنسان ومما يتغذى به الحيوان، وما يستخرج من البحر أيضا من كنوز الأموال العظيم، كل ذلك جعله الله سبحانه وتعالى بمقدار. كذلك لو جينا إلى هذا الأكسجين يعني بقية مقادير الأكسجين نزلت في الأرض، وإنما وهي تكون بالنسبة إلى سطح الأرض 8/10 بالنسبة إلى المياه الموجودة على سطح الأرض. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا مقدرة تقديرا. لو جينا إلى المسافة ما بين الأرض وما بين الشمس، هذه مسافة بمقدار الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى تستفيد من هذه الشمس بهذا القدر الذي بينها 93 بقدر 93 مليون ميل ما بينها وبين الأرض. لو أن الشمس كانت أقرب بنصف هذه المسافة إلى الأرض لتبخرت هذه الأرض من حرارتها، لو كانت أبعد من ذلك لتجمدت. كذلك بالنسبة إلى القمر، لأن القمر له تأثير من حيث حركة الجزر والمد. ومع هذا أيضا دوران الأرض جعله الله سبحانه وتعالى في الزاوية 33 حتى تكون هذه الأرض تكون صالحة للزراعة وصالحة للسكنة. لو خرجت عن هذه الزاوية لكان ذلك مما يؤدي إلى أن يغمر الظلام القطبين، ولأدى ذلك إلى أن تغمر البحار شديدة البرودة يعني جوانب من الأرض، وكان ما يظهر على الأرض إلا جبال من الثلج وفيافي الصحار، صحاري التي لا تفيد، وتعذرت هذه الحياة على ظهر هذه الأرض. يعني بطبيعة الحال أيضا لو كانت هذه الأرض بمسافة يعني بالنسبة لو كانت في حجم الأرض كحجم الشمس كما قلنا كانت تتعذر
وكانت تتعذر الحياة، أو كانت الشمس أقرب إليها لتعذرت الحياة عليها، ولو كانت أبعد. وبطبيعة الحال كل شيء جعله الله سبحانه وتعالى بمقدار. وأيضا هناك تفاعلات عجيبة هيئها الله سبحانه وتعالى بين أشياء متعددة. الأرض تدور حول الشمس، وبدورانها بهذا الدوران حول الشمس تدور، لها دورة حول نفسها ودوران حول الشمس. الدوران الذي حول نفسها إنما جعله الله سبحانه وتعالى بمقادير معينة، بحيث يستطيع الإنسان أن يميز بين ساعات الليل والنهار، يستطيع أن يضبط الأوقات بالزوال وبالغروب وبطلوع، كما يستطيع أن يضبط الساعات بدقة، ويستطيع أن يميز بين طول الليل وقصر النهار في الشتاء وعكس ذلك في الصيف، بسبب هذا الدوران الذي هو حول نفسها. دورانها حول الشمس جعله الله سبحانه وتعالى أيضا سببا للفصول، هذه الفصول التي جعلها الله سببا للثمار والخيرات التي تنبع من هذه الأرض. والقمر يدور حول الأرض، يستكمل الدورة الشهرية كما هو معلوم في 29 يوما ونصف يوم. هذا القمر من خلال هذا الدوران أيضا هناك تقويم للشهر. بالنسبة إلى الشمس دوران الأرض حول الشمس، أيضا هناك تقويم سنوي بحيث يمكن للإنسان أن يعرف الفصول الأربعة، متى يبدأ الفصل ومتى ينتهي ومتى تكمل السنة الشمسية من خلال هذا. يعني تفاعلات عجيبة هيئها الله سبحانه وتعالى، وكل شيء منها بمقدار. فالإنسان إذا وهو على هذه الأرض يسرح ويمرح ويغدو ويروح، عليه أن يفكر في هذه الآيات وألا يكون أضل من الأنعام. على الإنسان أن يكون كثير التدبر لهذه الآيات، آيات الله سبحانه وتعالى. وكم من آيات في القرآن تدعو، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الأرض آيات للموقنين. كم هي من الآيات التي في هذه الأرض، مع أن من بطبيعة الحال من المعلومة أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل أيضا هذه الأرض مناطق فيها تكون باردة ومناطق تكون دافئة. والمناطق الباردة قد يوجد الثلج في البحار، يوجد ثلج، يعني تتجمد البحار في المناطق الباردة عند القطبين. ولكن مع هذا كله أيضا كل شيء جعله الله تعالى بقدر. تجمد الثلج جعل الله تعالى كثافة الثلج، جعل الله تعالى كثافة الثلج يعني أقل من كثافة الماء، الثلج أخف من الماء. ولو كان الثلج أثقل من الماء لنزل وتجمدت المياه في أعماق البحار، ولكن يبقى الثلج طبقة تعوم فوق الماء، والماء وفي الماء دفء، فتحيا الحيوانات تبقى حية، حيوانات البحار. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا سمك الأرض هو بمقدار، لأن لو كان الأرض سمكه أكثر من هذا ببضعة أقلام من يعني القشرة، لو كان سمكها أكثر من مما هي عليه ببضعة أقلام لامتصت الأكسجين. ولو كان البحر سمكه يعني
لو كان البحر عمقه أكثر بعشرة أقدام لاكتذب الأكسجين أيضا. نعم. ولكن كل ذلك جعله الله تعالى بمقدار. سبحان الله. طيب سمحة الشيخ، لأن الوقت قارب على الانتهاء، نطرح سؤال الأخ عبد السعيد. طبعا هناك آيات كثيرة جدا لا يتسع الوقت لذكرها الآن، فإذا كان هذا سؤال واحد فقط عن المقادير فمعنى ذلك أن التفكر في الآيات الأخرى يحتاج أيضا إلى وقت طويل. الأخ عبد السعيد يقول: آيات الله تعالى في أرضه ظاهرة للعيان واضحة، بيد أن الإنسان قد يراها ويرى عظمتها، إلا أنه لا يجلب ذلك لنفسه إلى نفسه شيء من العظمة لموجدها والعياذ بالله، وهذا أمر قد يقع، فما سببه وكيف يتخلص منه الإنسان؟ أم هي الغشاوة على القلب والسمع والبصر ختم الله بها عليه؟ نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العافية. يعني عدم تفكر الإنسان في قدرة الله تعالى المحيطة بكل شيء، وعدم تفكر الإنسان في علم الله تعالى الذي رتب هذا الكون، هذا الترتيب العجيب الدقيق من أدق ذراته إلى أوسع مجراته إلى ما وراء ذلك. نعم. مما يحيط بالمجرات، هناك يقال بأن المجرات وراءها، وهذا ما اكتشفه الإنسان، وراء ذلك أشياء لم يكتشفها، يقال وراء المجرات يعني إشعاعات تحيط بهذه المجرات لا يمكن للإنسان أن يقدرها، وإنما ما أمكن الوصول إليه يقدر بعده عن الأرض بعشرين مليار سنة ضوئية. هذه الإشعاعات يقال بأن مقدار مليمتر منها وزنه كوزن الكرة الأرضية. سبحان الله. من حيث الوزن، وزنه كوزن الكرة الأرضية، فما أدراكم هذا الشأن العظيم. وأنا عندما أفكر في هذا الأمر أستحضر قول الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. نعم. قال شدادا، وما يدرينا أن هذه سماء الدنيا. لأن الله تعالى يقول: وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. سبحان. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. هذه السماء الدنيا، فما يدرينا ما هي السماوات السبع التي ذكرها الله تعالى وكيف مقاديرها. هذا أمر لا يمكن أن يتوصل إليه عقل بشر أبدا، يبقى الإنسان يدور في زاوية محدودة في هذا الكون، يدور علمه وفكره في زاوية محدودة حيث أمكن أن يكتشف، وإنما على المؤمن أن يكل أمر ما وراء ذلك إلى الله سبحانه الذي أحاط بكل شيء. الله تعالى أحاط بهذه الكائنات، كيف يجرؤ هذا المخلوق على الإنسان حق الله؟ وكيف يجرؤ هذا المخلوق الضعيف على أن يتمرد على أمر الله ويعصي الله؟ فهو عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. ما من شيء يتحرك أو شيء يسكن إلا وهو شاهد على وحدانية الله وعظمة الله وجلال الله. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ تعالى الله عن أن يشك فيه. وإنما هذه قلوب رانت عليها الضلالة واستحكمت فيها المعصية وسيطر عليها الغرور، فلذلك تطاولت على الله. ولربما استنكر بعض الناس أن أقول بأن الإلحاد ناشئ من الغرور. كم من آية في القرآن تدل كذلك: يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. يطبع الله تعالى على الناس بسبب على قلوب الناس بسبب غرورهم وكبريائهم وفسادهم. ومعنى هذا أن هذه قلوب عميت وأبصار ضلت، وأبصار
يعني زاغت وبصائر انطمست بسبب ما ران على هذه القلوب من الضلالة. نعم. وإلا فحسب الإنسان أن يفكر في هذا الأمر. نعم. ويدرك في كل لحظة افتقاره إلى الله تعالى. نعم. كيف مع ذلك يتجرأ على الله بمعصيته ويتجرأ على الله بإنكاره؟ تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. تعالى الله. أحسنتم سماحة الشيخ. رغم أن الكثير من العلماء، بل نستطيع أن نقول لأن كل العلماء الذين بحثوا في هذه الآيات آمنوا بوجود الله تعالى وعظمته، وإن لم يدخل بعضهم في الإسلام، لكن هؤلاء سبحان الله يتبعون شخصيات لا علاقة لها بالعلم، إنما تجري وراء الإفساد. أعزائنا الكرام، هذا موضوع عذب وفريد وجميل يحتاج إلى كثير من الوقت، وهنا